السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير. بغيت نقول لكم مرحبا بكم فلوق جديد. المهم كنتمنى يلقاكم هذا الفلوق هذا على خير وبخير. توحشتكم بزاف. بغيت نقول لكم سمحوا لي كنغبر عليكم هاد الايام، مشكيت عليكم شويه عيانه، كنرتاح هكا مع الخدمه. وهي تقريبا البنات شي 15 يوم ولا 20 يوم بنت لنا واحد البنان في الدار، قلنا علاش ما نبدلوش شويه الكوزينه. ودايرين ما حسيت غادي يمشيو عنده. ما غادي نمشيو نشوفو كي داير لي موديل اللي كاينين. مرحبا بكم في فيديو جديد، شكرا لكم بزاف على كاع لي كومونتير زوينين. ومهم منين تحط الفيديو انا حسيت براسي عريس المره الثانيه. الفيديو ديال ضرب صدار. اييه فين غنمشيو اليوم؟ اليوم غنمشيو نشوفو كوزينه وعيبات. اللي ما فاهم والو غادي معايا اليوم، بغيت نشارك معكم وتشوفوا داك الكوزينه اللي غادي نختار. المهم يلا نتوما خليكم معايا. المهم بنات انا دابا لقيتوني، جينا نفطروا انا والياس. المهم شحال ديما جينا هاد البلاصه، هذه هي البلاصه اللي كتعجبني ناكل فيها الخليعه البنات. المهم انتما خليكم معانا، نقولوا شويه نفطروا نشموا شويه الهواء نقي هنايا، ومن بعد غادي نمشيو نتحركوا باش نشوفوا داك الشيء ونقضيو الشغيلات ديالنا. يلا خليكم معانا. ما حد يوصل الفطور، بغيت نهضر معكم في هذا الموضوع. المهم وصلوني تعاليق في الفيديو اللي فات ديال ضرب صداق. كاين الناس اللي قالوا لي راني شحال ضرب صداق درتي. المهم الفيديو الاول كان غير خطوبه، وهذا الفيديو الثاني اللي حطينا راه تقريبا غير كنتو شفتوا التاريخ في الاخر ديال الفيديو راه من شهر 6. اذا الفيديو راه قديم ماشي جديد ولا شي حاجه، وكان هذاك غير ضرب صداق. وكاين الناس اللي قالوا لي راني علاش ما درتيش العرس، علاش اصلا ما فرحتيش براسك، غيبقى فيك الحال من بعد. المهم انا حد الان كنقول لكم ما عرف، كاين البنات اللي كيبقى فيهم الحال كيقول لك كون غير درت العرس ديالي من الاحسن كدا نفرح براسي. انا صراحه ما عادي جاني حد الان، دابا راه عام ونص تقريبا وحنا مزوجين، جاني عادي ما حسيت زعما بقاش فيا الحال كما كنقولوا حنايا. دير لينا الياس شي الراسيه ولا لا؟ ضروري نجيب الخيل. على زعما تركب في الخيل عندو هاد الماركس نديرو قاعه الياس يعني. ضروري. دابا راه شنو العائله كامله دابا كلشي باغي يفرح. ضروري راه شنو راه عام اني بلونج ديال العرس. لا لا صعيب الحال، صعيب الحال. واخا هكاك راه هما اللي في هاد العام دابا كيكونوا الحيحه. كاينه الحيحه دابا هي وسالاو العرس. ها انتم هذا هو الفطور اللي كيعجبني عند هاد البلاصه. شوفوا لي لا منظر بعدا كتسرح عويناتك. ها الياس الفطور ديالو، واخا فين ما مشيتي الياس ما عمر ما عجبك الخليع بحال هنايا ياك. عندنا من الخليع خطير هنايا. شو سميت البلاصه؟ لاغيف غوش. لاغيف غوش بصحه. يلا البنات ها انتم ما شهيتكم، نفطروا ونعاد نرجعوا لكم. البنات هذا هو المحل، ها هو المحل البنات. شوفي كي داير من اللور. المهم البنات حنا دابا لقيتونا عاد دخلنا المحل، غادي نشوفوا الكوزينه اللي غادي تعجبنا. المهم كاينين البنات هادو في الغوج بحال هكا، مي انا كنفضل تكون شي كولور اللي تجي مع كلشي. تقدروا المهم انا حتى الان باغا ندخل شويه ديال العود وباغا ندخل البلون ولا النواغ. المهم هذا هو الراي ديالي صراحه. انا دابا غادي نشوف الشكيلات اللي عندهم وغادي نشاركوا معكم ان شاء الله كل شيء. دابا حنا دابا غنشوفوا الشكيل اللي عجبنا، ومن بعد غادي نمشيو للدار باش نعبروا الكوزينه باش نجيبوا ليهم تقريبا المساحه اللي عندنا في الكوزينه. وديك الساعه كيصايبوهم الديزاين 3D وكيعطيوه لكم باش كتشوفوه كيفاش داير. يلا خليكم معنا غادي نشارك معكم كل شيء.
بالنسبه للموديل انت كتختار وكيصايبوه ليك ياك دابا هادو غير عندي الكري الياس هذا هو اللي عجبو بالنسبة لياس الماتيار ديالو شنو كان قال لينا؟ هذا الماتيار ديالو ام دي اف المهم انا الصراحة عجبني هكا في البلون ياك الياس ما عجبني هذا ارت القارة تيتسدبو حنا نعم اخويا قول لي هذا هو الام دي اف ما تيتقشرش من الوسط زوينين خوجي يطلع في الراس تنضم البيض ولا داك الخشب جا بالي مزيان تماري بالكري كيف حالك كاين نديرها صغيره على الدار انا صغيره ولكن زعما كيفاش كيجيو بحال هكا تقريبا الشكل كيجي نتوما البنات عندنا مثل لي طابل هاد لا طابل بالكراسه ديالها 3500 ولا هي لا طابل بوحدها الكراسه ديالها زوينه عندنا البنات داكشي ديال الحمامات هما عندهم لا زوينين شو الياس هادي زوينه لا زوينه دوك هادي كتجي في الجناب وهادي كتجي من الفوق زوين ها كتورك كتحل البنات عندهم حتى لي طابل ديال الدجاج شوفوا تبارك الله داكشي عندهم زوين اول مره البنات نجيو عندهم هنا المحل ها نتوما شوفوا هادي زوينه حتى هي تجي في الكوزينه هكا في النوار هاهي زوينه ها هو لو بري ديالها طابل فيغ بليس 4 شيز 2900 درهم هذه البنات 2900 درهم صراحه زوينه واو شوفوا البنات هذه عاوتاني هنايا اللي كاينه قدام الباب هذه كدير 3500 كوموند باغي هذه زوينه البنات حتى هي كتجي تحطوا فيها التلفازه تخشيو فيها ها نتوما نوريكم زوينه صراحه حتى لي بري عندهم البنات ريزونابل لي بري زوينين هانتوما البنات هنا هاد السطاس هذا كيديرو فيه غير لي فوتيات هانتوما شوفو معايا هاداك كيفاش دايرات صراحة اللي عنده هكا شي كليسة بحال هكا في السطاح مونجي يقدر يدير حدا صراحة مونجي كيجي زوين أنا ها هما اللي عجبوني وما هادو حيت عندي واحد طابلة في السطاح هداك الكري صراحة ما عجبانيش كنت درتها في الأول وهادو صراحة كيجيو زوينين وموديرن حتى لو بخي ديالها عجبني 1500 درهم زعما كتشجعك باش تاخدها كاين هاد لي شوفوا البنات حنا دابا اختارينا الشكيه اللي عجبنا ان شاء الله غادي نديرو معاه غدا في الصباح واخا هما غدا ما كيخدموش غادي يجي عندنا ان شاء الله باش يعبر لينا العبار وياخذوا لينا باش يقول لينا حتى لو بري مي صراحه لي بري ديالهم كيزعموا كيديروا دي فاسيليتي باش هكا ما تجيكش قاصحه سورتو مع هاد كورونا الواحد راه مزير الله يحسن العوان الناس هكا كيبغيو يقادو بزاف د الحوايج ومزيرين كيديروا دي فاسيليتي زوينين ان شاء الله انا كما قلت لكم غادي نشارك معكم كلشي والله الا فرحانه بزاف غادي نبدل الكوزينه حيت البيت ديال النعاس عندي كله مقاد مصايبه كلشي فيه باقي لي غير شي حوايج اللي خاصهم يتزادوا هكا اللي هما الكماليات ماشي شي حاجه اللي كثيره ولكن غير الكوزينه حتى هي مقاده كما شفتوا كلشي ولكن بغيت شويه نديرها مودرن نحيد داك الخشب اللي فيها
اكثر ديال الوقيتات ملي كنجيو من الخدمه كنجلسوا في الكوزينه كنبغيو نرتاحوا. وراكم عارفه المراه هي الكوزينه، كتبغي الكوزينه ديالها تكون متيوله. شوفوا البنات، ها هو المحل كيبان من اللور، وهذا انتما غادي نخلي لكم ان شاء الله النيميرو التليفون ديالهم، وراهم حاطين حتى لو سيت ديالهم اللور، ها هو كيبان لكم ايموبل. يلا خليكم معنا نتسناو الياس يخرج دابا. المهم البنات لقيتونا دابا عاد خرجنا من المحل انا والياس. الياس ضمون لفخي ياك الياس؟ والله الا بصراحه عرفتي الاثمنه مناسبه بزاف، الدري تبارك الله تيتعامل وكيعطي الخاطر وكيوريك داكشي اللي بغيتي. انا صراحه كنت داخله على ود غير الكوزينه، صدق ما عجبونا بزاف ديال الحوايج. ايه عجبتنا طبله وشرينا كرسي. وي البنات درنا معاه غدا، نهار الحد غادي يجي عبر لينا الكوزينه يشوف لنا شحال فيها باش يقدر يقول لنا لو بري، حيت راكم عارفين هذوك الكوزينات من داك النوع الثمن كيكون بالمتراج، ماشي غير هكا كتمشي عندهم كتقول لي بغيت هذيك يقول لك لو بري، خصو يجي عندك يعبر لك الدار. مي قال لنا نتمنوا زعما يكون البري اللي يكون ريزونابل يكون زوين. المهم انتما خليكم معنا حنا ان شاء الله غنمشيو انا والياس ضربين واحد الدوره وغنضربوها معنا. مين بنات قسم دابا عاد دخلنا الصالون، دخلت للصالون ماما اصلا دايره في الصالون، وبغينا نشارك معكم وصلونا واحد لي فولا ولي شال لي كامافي. المهم البنات وصلونا واحد لي فولا لي فولا ولي شال من عند لا مارك فولاري، المهم غادي نشاركوهم معكم. هما دي شال عندي شال، شوفوا بعدا البنات غير الشكل كيفاش مصايبين ما مبالاش. هانتوما ماما طيب ولا وصلوها؟ لي شال شوف هانتوما هانتوما زناب. شوفوا هذا عامل ايه وهذا راه مش شاتي شنو تبارك الله. تحية الصحراوة نص الصحراء كاين هذا عاوتاني في الموا. شوفوا هذا الفرن، هذا في الكحل البنات، هذا ديال شال. شوفوا شوفوا البنات فيه واحد الديكور من داخل والله التي هكذا باش يجي ترونسبارون شتي ياكي ديما راه كتحمق على الالوان يجي زوين مايا. شوفوا هذا عاوتاني وكي سداتك وكي شكرا ليها وتحية ليها مادة هذا زوين. عاوتاني انا ما عرفتش هاد لا كولا شحال ديري هكذا البرد تعطيه العقل ديالك صافي كيفاش كيبغي هي صافي غنهف عليك الصحة. هانتي المهم نشوف الشكيل ديالو تا هذا صراحة زوين ياول خفيف. شوف كدا داكشي مستيل يا مزوين، انا مبغيتش حتى لي كولوغ زوينين، حتى لي كولوغ لي فيه زوينين ديال الصيف هذا صيف برد زوين. شوف ماما دابا راه ولات كتفهم شويه زعما وخلي داز الصغير اللي كنت في فرنسا تدي تدي ولي الفولا عرفتي غاليين تما بزاف عرفتي ما كيبقاش البلاصتهم ديال كان كونفينمون. هذا زوين وفي واحد شويه ديال كيبان شويه شويه في شويه ديال الدوغي من الداخل. هذا زاج ماما ياك لا خصي ماشي فعلا زوين ولا لا فولا تاعي بزاف. الله شكرا لك اختي اميمه، أنت إلى رائعة أمل ورانية، كلمة حب وتقدير وتحية ووفاء وإخلاص، تحية من القلب إلى القلب، شكرا من قلبي فولار. الله يحفظك الله يحفظك. شكرا حبيبة أميمة والله إلا تبارك الله داكشي زوين. إن شاء الله البنات غادي نخلي لكم لاباج انستغرام ديالها، عندها بزاف ديال الشكيلات ماشي غير هادو
بالنسبه للبنات ديال قنيطره غتوصل لهم لا كوموند ديالهم بالزربه، هما الناس الزربه تصلاح انت قرابين حيت كاين لو ستوك هنايا ديال هاد لا مارك فولاري كاينه هنا في قنيطره توصلكم بالزربه وخلاص. ناس ديال طنجة وداكشي واي واحد كاين في شي مدينه غادي توصلكم لا كوموند كدير لا ليفريزون في المغرب كامل كتوصل في امانه. ماما بغيت نسول لك واحد الموضوع اجي ما لا بصح اشنو هو اشنو المهم جلسنا كنهضروا كنهضروا لاحظت شي حاجه في الكومونتير ديال الفيديو اللي فات والله الا على ثلاث سؤال مثلا على ود يوصل قال لك قالوا لك علاش ما درتش راني العرس ما حنا تمام ميسر علينا الحال وهادي وما درناش علاش بزدتي عليا ما نديرش العرس علاش ما تجيش ديري العرس علاش الحقيقه ماشي انا انت اللي ما بغيتيش وزيد جابوني قلت لك بغيتي بغيت نسافر ونفرح براسي ونخرج المهم راه اختيار شخصك صافي ماشي ماما اللي بتزعج ماشي راجلي شوفي هو العرس ماشي الناس اللي لاباس عليهم ملي كيديروا حيت هاد لي كومونتير قالوا لي راني زعما نتوما الى نيس راه عليها الحال وكذا وما درتوش العرس علاش زعما عندك غير بنيته وحده وما فرحتيش محمد عليا وان شاء الله قبل كون شي كتكوت ولا كتكوتو نديرو شي حفله برضه على الناس كاملين والله بعدا انا بعدا بالنسبه ليا ما بقى ليا لا حل والله العظيم ماشي قلت لكم غادي نسول ماما نشوف شنو تكون ردة الفعل ديالها ماشي زعما ماشي راه ماشي العرس دائما راه استمراريه ديال الحياه هي كل شيء راه ماشي تقول شي وحده تقول لك انايا احنا هو عطانينا الله من عنده راه كونفيرموها الله يهز علينا هذا المرض ولكن صح. الواحد مش العرس راه هو الزواج هو الحياه هو الانسان راه غيدير غير صدقه اقسم لك بالله شي هذاك الشيء اللي درتو انا في درب الصدق جابوهم قلت لهم غادي يجيبوا الحول باش درب الصدق تندير الكسكسو والله العظيم كان يكسكسو الساعه ملي كانوا جاو جايين العائله وداك الشيء كثر ما وريناش العائله لان كان كثير بنادم داك الشيء جا على غفله والله العظيم وتا هذاك النهار داز زوين واخا ما كانش فيه لا انا بعدا وهذا ما ندمتش اهم حاجه ما ندمتش صبرتي مع راسك وتساريتي وشتي داك الشيء اللي خاصني في الدار والحمد لله ماشي اهم حاجه والله العظيم ماشي زعما الناس كتقول لك لا لا ما درتش العرس راه ما كاين والو لا لا والله العظيم هذيك فكره خاطئه والله ماشي دير غير حفيله وكاس انت وعائلتك وعائله راجلك وداك الشيء راه داك هو الافضل ديال كل شيء حق الله العظيم واللي الله يسهل على البنات كاملين والله شنقول لكم اللي باقا ما تزوجات الله يعطيها شي راجل هو ميسر لا ماشي نقول لكم حاجه ماشي الزواج راه ماشي الفلوس ماشي التفاهم هو الزواج والله العظيم انا كنقولها لكم بحكم التجربه ديالي انايا التفاهم الا كنتي مفاهمه انت وراجلك ولو تبداو من الصفر من الصفر راه الانسان واللي بغى يوصل كيوصل والله بشويه بشويه كيوصل الانسان كلشي كيوصل لاي مبتغى اللي بغى يوصل ليه كيوصل ليه والله يوفق الجميع ما تنساوش كاين شي مفاجات في الفيديو الجاي ان شاء الله كاين مفاجات زوينه ان شاء الله عليا بالحق شي حاجه غتفرحوا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لا كتاب لا كتاب المهم خليكم معنا ان شاء الله جايين حوايج زوينين وان شاء الله بالنسبه للكوزينه غادي نشاركوا معكم حوايج كاملين وغدا ان شاء الله كما قلت لك غناخذ العبار ان شاء الله وشوف شكيت شي معايا عاوتاني ماما تبغي تشوف معنا الشكيه اللي غادي ان شاء الله ان شاء الله ليك ماما ان شاء الله بنتي يلا تهلاو راسكم يلا باي باي بوسه كبيره ما تنساوش لي لايك لي لايك لي لايك باي باي